الغضروف يحتاج عملية وامتى بكتفي بالعلاج التحفظي. انا هنا التحفظي بمعنى اني بتحفظ في اني ألجأ للعملية، بمعنى اني اكتفي بدواء او دواء معاه علاج طبيعي او دواء بعلاج طبيعي بتأهيل او دواء وعلاج طبيعي وتأهيل وأجهزة تعويضية. في الحالة دي أنا عايزة أتبنى وجهة نظر المريض، لأني ده بيحصل في نسبة عالية قوي من الناس ومتبقاش عارفة تتصرف إزاي. والعملية بتاعة الغضاريف بالذات بتبقى عملية مصيرية قوي وتتطلب إن المريض ياخد أجازة طويلة، يعني بتغير من حياته وبتسبب له أزمة مؤقتة يعني قبل ما ياخد القرار. المفروض ان انا لا كمريض لما بحس بألام في الرقبة او في الظهر بروح للدكتور. عادة المريض بيلجأ لدكتور عظام، في الحالة دي بياخده يطلب منه اشعاعات وبيطلب منه رنين مغناطيسي للفقرات. لو اكتفينا بهذا القدر فاحنا بنصور الوضع، الأشعة بتصور لي الوضع القائم عشان الدكتور يبص بعينه يشوف جوه الجسم فيه ايه. لكن في حاجة تانية بتهمل ساعات، اللي هو الرسم العصب، لأن رسم العصب بيوضح الوظيفة مش الصورة. فأنا بغض النظر عن الصورة يهمني قوي الوظيفة شغالة ولا لا، لأن ممكن الصورة تبقى وحشة جدا جدا في الأشعة أو في الام ار اي ومش مسبب اي عائق في الوظيفه بتاعه العصب. فانا هنا بلجأ لرسم العصب لان هو الحكم انا كان المفروض اعمل العمليه ولا المفروض استنى شويه قبل ما اعمل العمليه ولا مش عايزه العمليه اصلا. اذا اوضح ان احنا في ضغط على جذور الاعصاب وان اذا المريض محتاج فعلا عمليه، فالمريض بيلجأ لجراح مخ واعصاب او جراح عظام بيشتغل في العمود، او جراح عمود فقري، يعني في التخصصين بيشتغلوا العمود الفقري. في الحاله دي بعد العمليه كمان اذا الدكتور شايف انه مثلا هيشيل جزء، هيحط غضروف تاني صناعي، هيثبت فقرتين بأي صورة كانت من صور العمليات، أو الدكتور اختار عملية شكلها إيه، المريض بعدها بيضطر يقعد ويرتاح في البيت. بعد فترة الراحة دي المريض بيبقى محتاج تاني يرجع يعمل علاج طبيعي، لأن هو بيكون فقد جزء من عضلاته، العضلة اللي بتهمل بتضمر، فالعضلة اللي بترتاح فترة طويلة بتحتاج تاني لجلسات عشان نقويها تاني ولتمرينات علشان نستعيد الظهر، الرينج اوف موشن او المدى الحركي بتاع الظهر نستعيده بصورة مدروسة ومتدرجة، ما يرجعش ينزل يشتغل كده على طول. واكيد ما يلجأش ان هو يرجع يروح على جيم علشان يقوي عضلات ظهره وهو مريض عامل عملية. انا مع الناس بتروح جيم اوكي، لو هو سليم وما حصلش اي اصابة روح الجيم وقوي عضلاتك، لكن لو في اصابة او في عملية هتقوي عضلاتك بطريقة طبية في مركز طب طبيعي يعمل لك بروجرام مدروس لاستعادة المدى الحركي واستعادة قوة العضلة، ودي اسمها بوست اوبريتيف فيزيوثيرابي أو فيزيكال.